أهل النصف نهائي تشامبيونز ليج الإفريقية الكل. موضوع إمكانية استضافة تونس لمقابلة نهائي تشامبيونز ليج بعد ما انسحاب الكاميرون من المسابقة من تنظيم تاع الماتش هذا. على كل التوضيح النقاط هذه الكل تصلنا بالعضو الجامعي والناطق باسم الجامعة التونسية لكرة القدم السيد أمين موجو، نسمعوا أهم ما قالوا بخصوص الموضوع هذا. أستاذ، برشا كلام اليوم حول تنظيم تونس للمقابلات النهائيات الكؤوس الافريقيه تشامبيونز ليج وكاس الكاف، نحبوا ناخذوا من عندك الصحيح في الموضوع هذا، شنو صحيح من غلط؟ موقف الجامعه التونسيه لكره قدم واضح عند فتح باب الترشحات قبل جائحه الكورونا بخصوص استضافه المباراه النهائيه. كانت تونس تقدمت بترشحها لاستضافه نهائي رابطه الابطال نسخه 2020، لكن التنظيم مشى للكاميرون. اليوم بما أن الكاميرون انسحب وطلب إعفائه من هذا التنظيم، نشوفه أنه ونعتبره وهو هذا أمر معناتها عادي ومعقول أنه الملف الثاني في الترشح تقول إليه التنظيم هذه المباراة وهو الملف التونسي. لم نقم بمراسلة جدا للاتحاد الإفريقي، هو ما راسلناش الموضوع، لكن احنا نأكد على أن الاتحاد التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم متمسكة برغبتها وبأحقيتها في هذا التنظيم، وكيف كيف حتى وزاره الشؤون والشباب والرياضه كانت عبرت عن انها تساند الترشح التونسي لتنظيم هذه المباريات. الاتحاد الافريقي في معناتها بصدد القيام بالمشاورات، واحنا ناكد على موقفنا انه جاهزين الى هذه الاستضافه، وانه بما انه كان الترشح التونسي موجود بصفه اوليه فانه الملف يلزم يرجع بتنظيمه الى الاتحاد الجامعه التونسيه لكره القدم. أستاذ، وقت اللي تقدمنا بملف كان عندنا مصلحة في التنظيم، وقتها كان ليتوال إسبيرونس موجودين في المسابقة، اليوم انسحبوا الزوز، شنو هي المصلحة للكرة التونسية في تنظيم المقابلة هذه؟ هو صحيح من الأول كان عندنا زوز جمعيات مشاركين، لكن تبقى المصلحة موجودة أنه نوريو أنه السافواغ فيغ نتاع تونس في التنظيم، نوضحوا للعالم أنه رانا نجمنا نتجاوزوا المشكلة الصحية الظرفية هذه في بأحسن ما ينجم نفروه. كيف مثلا نجم نجيب نقول لك شو مصلحة الكاميرون في تنظيم هذه المسابقة، وهي كيف ما عندهاش فرق مترشحة. نشوفوا انه تونس ديما تكون موجودة على الخارطة الإفريقية، لازمها ديما معناتها وين فما مباريات حتى وكان مشاركة متاحة بالأندية تكون مشاركة متاحة بالتنظيم وحسن الاستضافة، وهذا مش غريب على القدره التونسيه في التنظيم. ينجم يكون بالجمهور ولا بلاش ولا سبق لاوانه هذا؟ والله حقيقه اليوم وحقيقه شهر سبتمبر مش هما بيدهم، دونك احنا نستناو نعرف بطولتنا باش ترجع في شهر اوت من غير جمهور، لكن الوضع الصحي هو اللي باش يحكم فينا، التطور نتاعو هو اللي باش يحدد حضور الجمهور من عدمه. ما نسبقوش الامور ونستناو كيفاش باش تتطور الوضعيه. باهي، نكمل مع اخر سؤال استاذ. قلت انت ما كلموناش الكاف وما كلمناهمش بعد انسحاب الكاميرون، لكن اكيد عندكم مصادركم مطلعين على الكواليس في الكاف، عندكم اجابه واضحه شنو التوجه الكاف اليوم والا ما تعرفوش بالضبط؟ والله لا، هو حتى القرارات على مستوى الاتحاد الافريقي تتخذ في على مستوى معناتها الكوميتي اكزيكوتيف اللي ما التئمش، خاطر التوجهات تكون مختلفه ومتفرقه، معناتها ماهوش الجميع معناتها المكونات نتاع الاتحاد الافريقي من لجان كلجنه المسابقات او الاعضاء نتاع اللجنه التنفيذيه عندهم نفس الاتجاه. نستناو قرار النهائي للجنه التنفيذيه اللي هي مكلفه بالملف هذا، وبعد احنا نتفاعلوا مع القرار هذا. يعطيك الصحه، شكرا لك استاذ امين مونكو. شكرا على الاستضافه. دونك كان هذا الاستاذ امين موجو الناطق باسم الجامعه التونسيه لكره القدم حول موقف الجامعه من امكانيه استضافه تونس النهائي تشامبيونز ليج الافريقيه الموسم هذا. اكيد تعرف الناس الكل باش يكون في بلد محايد. حسب ما اكد الاستاذ امين موجو فانه الى حد الان فماش مراسلات رسميه ولا حتى طلب رسمي، لكن حسب مصادرنا فانه الجامعه التونسيه تستنى في تطلب هذا، والاكيد انها باش تنظم المقابله هذه في صوره وصول الطلب لتونس، ولو انه تونس الاقرب الى حد الان تنظيم المقابله هذه باعتبار انه البلدان اللي تقدمت هي الكاميرون وتونس، وتونس ما عندها حتى فريق موجود
في المسابقه هذه، ومبدا الحياه دي يفترض يمكن منح تونس تنظيم المقابله هذه. على كل سنه والايام القادمه هي باش تكشف جديد في الموضوع هذا حول امكانيه تنظيم بلادنا مقابله نهائي تشامبيونز ليغ الافريقيه. موزيكا بعد شويه باش يكون معنا بالتليفون رمزي السمراني عضو قائمه محمد علي البغدادي. اليوم استكملت الوثائق المطلوبه نتاعها من لجنه الانتخابات في الجامعه. على كل كما قلت موزيكا بعد شويه يكون